ده كان لقاءنا مع الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اختم معاك بتشكيل فريق الشرقيه للدخان لهذا اللقاء. هيكون علي عادل في حراسه المرمى، قدامه الرباعي احمد حاتم وعمرو زعفان ومحمد رضا واحمد عبد الباسط، ثلاثه في دايره المنتصف محمد ابراهيم احمد عيد وحسين ياسر، قدامهم ثلاثه محمد انور وعبد الله عيد وحسن يحيى. دي كانت كل الكواليس من هنا من ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر قبل انطلاق مباراه النادي الاهلي والشرقيه للدخان. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن أسامة حسني.